جلس عمي المختار في باب العمارة كما دأب على ذلك منذ أكثر من 30 عاما. كان وجوده مألوفا في المكان، وحتى لما كان يغيب كان الكرسي الخشبي الذي يضع عليه جلد خروف يخبر عن وجوده. كان الرجل الستيني يعمل بوابا في عمارة بشارع المقاومة وسط طنجة. لم يكن متزوجا ولا يعرف عن ماضيه سوى القليل مما كان يحكيه من حين لآخر عن طفولته وشبابه في نواحي الناظور. منذ فترة التحى وكان يشاهد وهو يصلي حين يترك باب غرفته مفتوحا. كان سكان العمارة يعطفون عليه، الأقدمون من بينهم يعدونه واحدا من العائلة، ومع ذلك فإنهم قلة من يعرفون اسمه العائلي. اشتهر باسم الناظوري، عمي المختار الناظوري وكفى. في الأعياد لا تتخلف أسرة من سكان العمارة عن تقديم الحلويات أو جزء من لحم الأضحية للرجل. الأطفال الذين كان المختار يلاعبهم وهم يدخلون أو يغادرون العمارة صاروا الآن شبانا، كثير منهم تزوجوا وأنجبوا. كل تلك الذكريات الجميلة وذاك الرصيد من العلاقة الإنسانية بين المختار الناظوري وسكان العمارة ستهتز ذات صباح من يونيو من العام 98 900 وألف. صباح ذلك اليوم، وكان يوم خميس، حل بالعمارة رجال شرطة بالزي المدني. كانوا على متن سيارة عادية لا تثير أي شبهة. طرقوا باب الحارس، لم يطل انتظارهم، فتح عمي المختار الباب، وقف ينظر إلى أولئك الرجال. كانوا ثلاثة. بادره أحدهم، ذاك الذي يبدو رئيسهم، بأنهم من الشرطة وأنهم يبحثون عن عبد الرزاق. عبد الرزاق من؟ قال عمي المختار. عبد الرزاق بن علي، قال الضابط. لا يوجد في هذه العمارة رجل يحمل هذا الاسم، أنا أعمل حارسا في هذه العمارة منذ 30 عاما. حتى فيما مضى من الوقت لم يسكن في هذه العمارة رجل باسم عبد الرزاق بن علي. كان الضابط ينظر إليه بتركيز، وكان عمي المختار وهو يتكلم يحاول أن يتفادى تلك النظرات النفاذة. ثم دون مقدمات فاجأه الضابط بأنه يقصده هو. من أنا؟ نعم أنت من نريد، أنت عبد الرزاق بن علي، قال وهو يحاول الابتسام. لا يا سيدي، أظنكم أخطأتم الشخص، أنا اسمي المختار الناظوري، قالها بنبرة لا تخلو من لكنة ريفية. لا تحاول التملص، لقد توفرت لدينا كل المعلومات عنك وعن كل المناطق التي مررت بها في فرارك من الناظور بعد أن قتلت ذاك الرجل. أنا لم أقتل أحدا، أكرر لكم أنكم أخطأتم الشخص، أنا رجل بلا مشاكل، اسألوا سكان العمارة الذين يعرفونني منذ 30 عاما. خذوه إلى السيارة. كبل رجل الأمن العام المختار وساقاه إلى السيارة. كان بعض السكان قد تحلقوا عند مدخل العمارة، كانوا مذهولين، أغلبهم قالوا إن في الأمر خطأ وإن الحقيقة لن تلبث أن تظهر. لا تبعد عمارة شارع المقاومة عن المقر المركزي للشرطة سوى بضع مئات من الأمتار. بعد أقل من ساعة بدأ استجواب المختار. ظل الرجل متشبتا بأنه ليس عبد الرزاق بن علي وأنه المختار الناظوري، كان مصرا على ما يقول. وكان العميد رئيس مصلحة الشرطة القضائية قد أمر من قبل أن ترفع بصمات الرجل. وبعد ساعتين جاء أحد المفتشين يحمل نتيجة عرض بصمات عمي المختار على الحاسوب المركزي. كانت بصمات رجل يدعى عبد الرزاق بن علي من مواليد إقليم الناظور في العام 36 900 وألف. كانت المعلومات تفيد بأن الرجل مبحوث عنه في جريمة قتل. كان الضابط الموكول إليه استنطاق الرجل يردد بصوت جهوري تلك المعلومات، ثم نظر إليه قال له: أنت مبحوث عنك منذ 32 عاما بتهمة قتل عبد الله المساوي، قتلته بالقرب من نقطة العبور إلى مليليا المحتلة في 13 أبريل من العام 66.
صحيح أنك نجحت في التخفي 32 عاما، ولكن هروبك كما الكذب حبله قصير. صمت المختار وأطرق برأسه، لعل تفكيره مضى بعيدا وعاد إلى كل تلك السنوات التي أمضاها متخفيا. لم يستطع أن يقدم ما يثبت به أنه المختار الناظوري. بطاقة التعريف الوطنية التي كانت معه تعود إلى شخص آخر هو المختار الناظوري، وكانت صلاحيتها منتهية منذ 15 سنة. في الحقيقة لم يكن يحتاج إليها كثيرا، فنادرا ما كان يغادر العمارة. لم يطل شروده، فقد عاد الضابط ليسأله: كيف قتلته؟ رفع بصره إلى الضابط، نظر إليه، كان وجهه قد اصفر. قرأ الضابط في نظراته رغبة في البوح بالسر الذي ظل يحمله 32 عاما. قال: أنا لم أكن أريد أن أقتله، كنا نعمل معا في التهريب، اختلفنا يومها حول تقاسم ما حصلنا عليه من مال. كان هو سكرانا، كان في حالة هيجان، وكان قد رفض بإصرار أن يدفع لي ما يعود إلي. حاول ضربي، لحظتها أخرجت سكينا، كنت أريد أن أردعه، ولكنه ارتمى علي فانغرس السكين في صدره، مات بعد دقائق. صمت المختار أو عبد الرزاق من جديد. قال الضابط: تلك التفاصيل ستحكيها لاحقا للشرطة في الناظور. أنا لا أريد أن أعود إلى الناظور. لماذا؟ أخاف أن يقتلني إخوان المساوي أو بنو عمه، ثم إنني لا أريد أن تعلم عائلتي بأنني وقعت في قبضة الشرطة. كل ما يعلمونه منذ اختفيت بعد مقتل المساوي أنني ذهبت إلى الجزائر. يبدو أن خطتي نجحت، ففي اليوم التالي لمقتل المساوي بينما كنت في بني بنصار التقيت أحد معارفي، وقد أبلغته أنني مغادر في ذلك اليوم إلى الجزائر. وهل غادرت إلى الجزائر؟ لا، لقد ركبت الحافلة المتجهة إلى فاس. أمضيت أسبوعا أو 10 أيام في مولا يعقوب. كنت أعمل في مطعم شعبي هناك، كنت أغسل الصحون، ومن خلفية المطعم تمكنت من رؤية أناس كثيرين من الناظور أعرفهم. في الحقيقة خشيت أن يتعرف إلي أحدهم، ولذلك غادرت مولا يعقوب، قصدت مكناس، لم أكن قد زرتها من قبل. عملت في معصرة للزيتون، كان رب المعصرة رجلا طيبا، جعلني أتخذ من زاوية من المعصرة سكنا. مكثت هناك عاما أو نحو عام. تعرفت إلى فاطمة، كانت شابة تسكن غير بعيد عن المعصرة. أحببنا بعضنا، ولكن أباها رفض أن يزوجني إياها. كنت رجلا غريبا عن المدينة، لا يعلم لي نسب، لم أكن أتوفر على بطاقة تعريف، لا شيء، كنت نكرة. كان الستيني يحكي مغامراته والضباط يستمعون. وحده إيقاع الآلة الكاتبة كان يعلو على صوت الرجل. في لحظة ما تسللت من عينيه المحمرتين دمعتان سابتا إلى لحيته التي غلب عليها البياض. كان ذاك البياض يمنح الرجل وقارا. في اعترافاته قال المختار، بل عبد الرزاق، إنه لم يعد يطيق البقاء في مكناس بعد أن رفض والد فاطمة تزويجه منها، ثم انتقل إلى القصر الكبير. في العام 68 لم يكن لأهل الريف حضور كبير في المدينة، ولذلك اعتبرها ملاذا آمنا له. أمضى هناك عامين، وفي العام 70 900 و1000 قرر الرحيل إلى طنجة. كان يسمع عن وفرة العمل في المدينة، بالنسبة إليه فإن الناظور صارت بعيدة وصارت وجهة محرمة عليه. ركب الحافلة المتجهة إلى مدينة البوغاز. في المحطة الطرقية القريبة من الميناء اكتشف عبد الرزاق مدينة ساحرة لها إيقاعها الخاص. كان الفصل صيفا، ولذلك لم يكن يواجه مشكلة كبيرة في المبيت، ففي فندق الشجرة كان يلتقي كل ليلة متسكعون كثيرون، وقد استطاع أن يحصل على قطعة من الكرتون اتخذها فراشا. وبينما كان باقي المتسكعين يواصلون النوم حتى بعد أن تدركهم أشعة الشمس،
كان عبد الرزاق ينهض ويغادر باكرا. حاول التسلل إلى المنطقة الحرة حيث توجد معامل كثيرة، ومع أنه نجح في ذلك أكثر من مرة فإنه كان يصطدم بمطالبته بالإدلاء بوثائق الهوية. ذات مرة وهو يغادر المرسى وقع نظره على محفظة جيب على الطريق، انحنى بسرعة وأخذها. لم يكن بالقرب منه أحد. لما ابتعد وتوجه إلى الشاطئ جلس في مكان بعيد عن عيون الفضوليين، ثم أخرج محفظة الجيب. كانت بها بطاقة تعريف باسم المختار الناظوري. كان صاحب البطاقة شابا في مثل عمره تقريبا. كانت في المحفظة ورقة نقدية يتيمة من فئة 100 درهم. ولسبب لم يدركه عبد الرزاق كان الرجل يحتفظ بتذكرة لدخوله سينما الريف. فكر عبد الرزاق في انتحال هوية المختار الناظوري. قام بشق الغلاف البلاستيكي للبطاقة وتمكن من اقتلاع صورة صاحبها. وفي الصباح توجه إلى السوق البراني وقصد محل مصور، طلب صورا لبطاقة التعريف الوطنية. في الغد يحكي عبد الرزاق أنه لم يجد صعوبة تذكر في دس صورته مكان صورة صاحب البطاقة. ما كان يهمه في المقام الأول أن يدلي بتلك الوثيقة إذا ما صادفته دورية للشرطة، ثم لما لا أن يحاول الإدلاء بها للحصول على عمل. بعد أيام تمكن من العمل في مصنع للآجور بضواحي طنجة. تعرف هناك إلى عدد من الشباب، ولكنه خشي أن يفتضح أمره، فالكثير منهم فضوليون. بالكاد أتم الشهر هناك. عاد إلى السوق البراني. كان يتصيد الأجانب والمتسوقين المغاربة ممن تبدو عليهم علامات الثراء، يحمل أثقالهم لقاء بعض الدريهمات. كذلك صادف الإسبانية العجوز ماريا كارمن دي لا فوينتي. كانت امرأة تخطت 60، وقد أعجبها التعامل مع ذاك الشاب الريفي الذي كان يتحدث الإسبانية بطلاقة. كانت ماريا كارمن تعمل بوابة في عمارة بشارع المقاومة، وكانت قد ترملت منذ 10 سنين. مع مرور الوقت صارت تعطف على ذلك الشاب الريفي، وقد باحت له بأنها تريد الرحيل إلى إسبانيا، تريد أن تنهي حياتها بين ذويها في خيرونا. منذ تلك اللحظة التي علم فيها بأنها سترحل، صار عبد الرزاق الذي ألف الآن بمناداته بالمختار يعمل من أجل أن يؤول إليه مكانها. ذات مرة فاتحها في الموضوع، قال لها إنه يبيت في فندق شجرة وإنه يرغب في عمل يوفر له السكن. وكذلك اقترحت ماريا كارمن على الشركة التي تدير العمارة أن يعوضها المختار الناظوري حين سترحل هي إلى إسبانيا. أمضى المختار عم المختار نحو 30 عاما في خدمة سكان العمارة الذين جاءوا إلى المفوضية يشهدون له بالاستقامة. لا أحد منهم كان يعلم أن عم المختار لما كان شابا يعمل في التهريب قتل شريكا له. بعد أيام نقل عبد الرزاق بن علي إلى الناظور ليجيب عن كل الأسئلة وبتفصيل.